43 درجة مئوية ونصف في العاصمة عمان، هي أعلى درجة حرارة تاريخية سجلت في العاصمة في آب 2010 وفي تموز عام 2000. هل سيكسر هذا الرقم القياسي؟ وما مدى شدة الموجة الحارة؟ كل هذه عبارة عن تساؤلات كنا نحاول إجابتها في تحليلات الخرائط الجوية خلال الأيام الماضية، وهذا الفيديو يورد آخر التوقعات الجوية. موجة حر قوية استثنائية تبدأ من 12/8 يوم السبت، تمتد لعدة أيام، تصل بها درجات حرارة فوق 40 درجة مئوية في العاصمة عمان بعدة درجات، وأيضا سائر المدن الأردنية تصل إلى نهايات الأربعينيات وفوق 45 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق واسعة من البادية. هذه الموجة الحارة تستوجب منكم الانتباه، فهي لا مجال لها بالمقارنة مع سابقاتها في هذا الصيف، هي أقوى بكثير، تستوجب منا عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس طيلة ساعات النهار، وأيضا الإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة، والانتباه على الأطفال الصغار والتعامل بحذر شديد مع هذه الأجواء التي تعتبر نوعا ما استثنائية وغير معتادة في الأردن أن تتجاوز درجات الحرارة في العاصمة والعديد من المدن فوق 40 درجة مئوية لعدة أيام بعدة درجات. أتمنى منكم مشاركة هذا الفيديو لتعم الفائدة على الجميع، واكتبوا لي في التعليقات إذا عندكم أسئلة عن درجات الحرارة في مناطق معينة في أوقات معينة. أنا محمد الشاكر من طقس العرم، دمتم بخير، إلى اللقاء.